من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: دعم سويسري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مني المنطقة الصناعية الروسية حق انتفاع، سقوط عصابة الأراضي بالإسكندرية، وحبس تيمة بتهمة التحريض على الفصل. وإليكم تفاصيل النشرة. دعم سويسري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فقد أشادت ماري جابريل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ووفد رجال الأعمال السويسري ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة، وذلك خلال لقائهم مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن مصر اتخذت قرارات جريئة لعمل إصلاحات جذرية وإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد إلى المسار الصحيح، موضحة أن عددا كبيرا من الشركات السويسرية العاملة في مصر أبدت رغبتها في توسيع أنشطتها في مجالات متنوعة، منها الصناعة والسياحة والخدمات والبناء والتشييد والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. على جانب آخر، كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن عقد عدة جولات من المحادثات مع الجانب الروسي للوصول لأفضل أسلوب لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، موضحا أن أرض المنطقة الصناعية الروسية سيطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، وكذلك شروط نسب العمال المصريين، قائلا في تصريحات بمقر مجلس الوزراء إن هناك مشروعات لإنشاء مناطق صناعية مع أكثر من دولة، ولا نفرق بين أي منهم وفقا لمصلحة مصر العليا، مشيرا إلى أن هناك مخطط عام بأنواع الصناعات بالمنطقة الاقتصادية وفقا لمتطلبات الدولة والأسواق المحيطة، وأن الجانب الروسي سيتقدم بالصناعات الخاصة بالمنطقة الصناعية وفقا لما يتناسب مع المنطقة ككل. القضاء المصري يضع كافة خبراته للمساهمة في تطوير النظم القضائية بالمملكة العربية السعودية، في ظل ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون وترابط على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى الشعبين العريقين. هذا ما أكده المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلال استقبال رئيس محكمة النقد لوفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ علي السعوي، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي والقانوني ومدى إمكانية التقارب بين النظامين القضائيين في البلدين الشقيقين. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أراضي تبلغ مساحتها حوالي 176 فدانا بمدينة برج العرب تزيد قيمتها عن 1 مليار جنيه عن طريق اصطناع عقود وخطابات منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي وجهاز مدينة برج العرب، تفيد خروج تلك الأراضي عن ولاية الجهاز، وتفيد للإذن الصادر من النائب العام بتفتيش مقر المتهمين. تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط كافة العقود المصطنعة والمستندات والأدوات التي تثبت ارتكاب الواقعة. قضت محكمة جنح النزهة بحبس المطربة شيمة ومخرج كليبها عند ظروف الهارب لمدة 2 عامين وغرامة 10,000 جنيه بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء. وقالت شيمة خلال التحقيقات إنها كانت تحلم بالشهرة وقررت الدخول في مجال التمثيل، ولم تكن تعلم أن بعد إذاعة الفيديو كليب ستثير كل هذه الضجة، مشيرة إلى أنها كانت أداة في يد المخرج الذي كان يوجهها ويطلب منها أداء استعراضات بحركات جسدية معينة. تكريم العباقرة. فقد احتفلت جامعة النيل برئاسة الدكتور طارق خليل بالطلاب المتميزين الفائزين في الموسم الثالث من برنامج العباقرة المذاع على قنوات القاهرة والناس، وتقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح. وفي حفل كبير شارك فيها الروائي عصام يوسف صاحب فكرة ومقدم البرنامج والمخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، وزعت الجامعة على الفائزين في المسابقة 9 منح كاملة للدراسة فيها. نالت المدرسة الرسمية المتميزة للغات المركز الأول في الموسم الثالث، وحصل على منح جامعة النيل كل من الطلاب محمد وجدي ورغد علاء وعدنان بدر ومحمد حمدي. أما المركز الثاني في العباقرة فكان من نصيب مدرسة فيوتشرز، ونال منح جامعة النيل كل من الطلاب يوسف علاء وعمرو وحيد وابراهيم أحمد،
وحصل على منحة من الجامعة الفائز بلقب الطالب المثالي وهو أحمد يوسف من مدرسة السلام أكاديمي، كما نال منحة النيل عن جائزة أفضل طالب أحمد عصفور من مدرسة الأرمان إسماعيل. الحلم الحقيقة كان صعب جدا، ليه؟ لأن أنا راجل روائي بكتب كتب وعارف أنا رايح فين، بكتب مسلسل وعارف أنا رايح فين، بس إن أنا أقف قدام شاشة وأنا ما بظهرش في التلفزيون خالص كانت مهمة صعبة جدا، وكانت محتاجة مني لهدوء وصبر وثقة، أمل مصر في أولاد مصر. جيلنا أدى دوره، مش حاضر أقول على أكمل وجه، بس عملنا اللي نقدر عليه. النهاردة الجيل الجديد هو المسؤول إنه يقوم بالبلد دي تاني، وإحنا من مسؤوليتنا إن إحنا نقف في ظهرهم ونساعدهم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.